What's up everybody, welcome على حلقة جديدة ب From LA to Beirut. أنا ريتا سايقلي من لوس أنجلوس ومعي زميلة جهاد سايقلي من لبنان. وجهاد رح يخبرنا عن ضيف كتير مهضوم ومميز وشاطر وقوي و everything that you could think of. فهاي جهاد. هاي ريتا، كيفك؟ بدي أقول هاي كمان لكل اللي عم يشوفونا وعم يسمعونا ضمن برنامج From LA to Beirut. ضيفنا لليوم مثل ما قلت كثير مميز، ممثل بكل ما الكلمه من معنى، بيتقن الشخصيات اللي بيأديها بشكل كثير رائع وبروفيشنال، وبيخليك تنسي شخصيته الاصليه من خلال الادوار اللي بياخذها. بيقدر يحببك فيه، وكمان اذا كان الدور شرير بيقدر كمان يخليك تكرهي الشخصيه اللي عم يقوم فيها. متمكن جدا جدا، إضافة إلى أنه يعني الصبايا كثير بحبوه، مع أنه يعني هو متزوج وعنده جماهير كثير محبة له. بنرحب بكل فخر بضيفنا والصديق مازن، الفنان مميز مازن المعظم. أهلا وسهلا فيك. ميرسي، اهلا وسهلا فيكم، وميرسي على الحكي الحلو اللي قلتوه وعلى المقدمه الجميله جدا. هذا الواقع، مش عم نبين، عم نحكي الحقيقه، وان شاء الله الى الامان. تسلم. العديد من الاعمال المهمه مثل الاعمال اللي شفناها معك مازن. ثانك يو. ميرسي. Thank you so much for being with us، لأنك رح تكون معنا اليوم. We're really excited عن جد. أنا كتير محمسة لهيدي الحلقة. امبارح كنت عم قلها لأمي، I'm like I'm so excited لحلقة مازن، لأنه قال لها it's gonna be so much fun. أستاذ مازن، نحن عادة for sure we got this. نحن عادة بنبلش بسؤال بخليك يمكن بيعطينا وجهة نظرك أنت عن حالك. So سؤالي لك اليوم، كيف بتوصف حالك أنت؟ يعني نحن وصفناك وجهاد حكي لك من منطلق الجمهور، بس بدي أعرف أنت من جوا كيف تطلع على حالك؟ simply I'm honest simply. I love it. And that's يعني I'm proud of يعني أنا كتير بفتخر بحالي إنه أنا بكون هيك. وأنا تأثرت كتير بالوالد الله يرحمه، لأنه هو كتير honest بشكل مش طبيعي. ما بيعرف حتى هيدي الكذبه البيضاء اللي بيقولوا لها الكذبه البيضاء، ما بيعرف ابدا. يعني نو واي، ولا مره انا بتذكر انه بيي كذب بحياته كذبه صغيره هيك، ولا مره. سو انا كثير تاثرت فيه وبحترم كثير هيدي الشغله. هذا الشغله بتعذبك بلبنان اكيد مازن، مضبوط؟ وخاصه بالمجال كثير. صحيح، ايه كثير، وخاصه انه لما ينطلب منك انه تحكي عن شيء أو عن شيء وبدك تضطر تجامل وهيك، وأنا ما بعرف أبداً إني جامل يعني. سو بقول الإشي مثل ما هي يعني. صحيح، هذا دليل عزة نفس. يعني الواحد عنده عزة نفس، ما بيقدر يعني يتنازل عن مبادئه كرمال مصلحة أو كرمال عمل فني. أكيد يعني هلا مرات إنه أنا إنه في يعني بجرب إنه ما أكون كتير هيك هج يعني هيدي الكلمه اللي بنقولها باللبناني، بجرب انه ما اكون داش، بس انه ما بعرف كذب وفنص واقول اشياء يعني انا مش مقتنع فيها ابدا. في شي مره فوتتك هالشغله بمشاكل؟ مش مشاكل، بس انه بتنزع العلاقات مرات، يعني العلاقات بتنتزع من وراء هيدي الخبريه. سو هن انه يعني بحبوا انه هيك انه حد يبهر ويملح وهول اللي انا ما بعرف عن هاي مشكله. يعني ما بعرف، مبين عم كذب يعني، مش ظابط، ما بيزبطوا معي. ما فيك تلبننا يعني. لا انا ما بوافق يعني، مش كل هيك يعني، ما فينا نعمم ابدا يعني. بالعكس، في كثير لبناني كثير، وفي هيك وهيك. ليك بكل شيء، بكل المجالات وهيك، وبكل اذا بدك بكل البلاد وبكل المطارح، بكل يعني. انا ما بعمم، انا ولا بولا موضوع بعمم، لان دائما في برسنتج. صحيح 100%. I agree. وبعدين إذا بدنا نغير هيدي النظرة للعالم اللي شايفتها إنه في كتير ناس لبنانية عم بكذبوا وما فيك تعيش بلبنان بلا ما تكذب، بدنا نبلش من حالنا. So it's a great thing انك انت عم بتقول انه انا honest بدون ما تجمل غيرك، بدون ما تقول انه مقابلي كمان لازم يكون honest، لانه حلو الواحد يكون المسؤوليه علي، انا بتصرف مثل ما انا لازم اتصرف، وغيري بيرجع you know hopefully انه they get influence and that's هذا الهدف بعتقد. انا اكثر شيء انا بهمني اولادي اكثر شيء، يعني انا الي على اولادي، يعني انا بربي اولادي على الصدق وعلى دائما على الصدق لو شو ما كان، وبفهمهم انه الصدق بنجي يعني، وما بنكذب ابدا لو شو ما صار. 100% I love it. رح نقسم حلقتنا لقسم فني وبعدين قسم عائلي وبعدين نكون مع كمان فقره كثير حلوه اسئله مميزه قعدتها ريتا، وهننتهي بفقره الكتاب ضمن كتاب اختاروا ريتا كمان نتحدث عن الثيم تبعه. فمن القسم الفني okay. اول سؤال مع ريتا. اول سؤال مع ريتا دغري هيك زتيت علي ورزت قلت انا هلا عم بحضر جهاد سؤال من عنده لهلا انا جاي يلا بنبلش. لا بس انت شطوره مبين عليكي، ما بيخاف عليكي. I'm good. Thank you. Thank you. Thank you. لا انا بعرف انت فان لمازن معاذ. I actually am a fan. I'm a fan. وبدي اسالك شو اكثر شيء حببك بالتمثيل؟ ليش بلشت؟ أنا من أنا صغير يعني كنت بالكشافة وكنا نعمل هيك سكتشات مثل صغيرة وكنت بحب مثل فيها، سو عندي هذا يعني هذا الشيء حببني أكثر كمان. وبعدين يعني كبرت هذه الشغلة معي لما كبرت، وكنت حابب فوت على هذا الدومين وجبت كثير ودقيت كثير بواب و يعني ما خليت راح إذا بدك، وكثير انفشل يعني يفشلوني يعني كثير مطارح، لحد ما تعرفت على حدا كان عايش بامريكا كمان، هو كمان بلوس انجلوس وبيجي على لبنان، وكل ما يشوفني يقول لي انت لازم تعمل موديلينج، انت لازم تعمل موديلينج جسمك انه خرج موديلينج. وصار برنامج استوديو الفن 96 97 على ال بي سي، وكنا 3 شباب نحن من صيدا اصحاب بيعرفهم جهاد، يعني كان زاهر البابا الفنان زاهر البابا بيعزف جيتار، وشاب صديقنا بيعزف عود عبد العزيز عيسى. قررنا انه ال3 نقدم مع سنة، والحمد لله اخذ بي، ومن هونيك صار مني يطلبوني يعني اكثر، وانعرفت اكثر وانطلبت على مطرح ومثلت ومشي الحال الحمد لله. Amazing. أنا بدي بس أسأل عن البارت اللي كنت عم تقوله فشلوك، like عم بيقولوا لك kind of like حل عنا you know فل which بيصير كتير بمجال الفن، يعني خصوصي بأول بداياته للواحد قبل ما يوصل. في شي مرة من هيدا المرات حسيت إنه خلص يا الله أنا بطل بدي مثلا؟ لا 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 أبدا، بس انزعجت كتير في مرة، كتير انزعجت من حدا كتير معروف، وكان وقتها هو كتير حدا قوي، يعني انه كان يعمل المسلسلات اللبنانيه وكانت المسلسلات ناجحه ومحضوره. سو صار معي ضرب هيك انه انا دقيت ثابت انه هو رد علي على التليفون، فقلت له معك فلان الفلاني، قال لي، قلت له انا حابب انه اجي لعندك وشوفك، قال لي اعطاني هو الموعد، يعني قال لي تعا يمكن السبت الساعه 3 شيء هيك. سو قلت له اوكي، رحت بيفتح لي هو بثاقبت بفاتح الباب عم يودع حدا. سو انا طلعت بوجهه، فتفاجئ هو، عمل حاله انه هو مشغول وهيك، ففات لجوا على السريع. بعدين اجى حاسيسونت لإله وقالت لي انه انت لازم تقرا هذا الشيء وتعمل كاست. حسيت الخبريه كيف بدي اقول لك انه انا يعني مرحب فيه، وانا وقتها كنت عامل مسلسل كثير اخذ ضجه، وكان اول بطوله لإلي اسمه البشوات. من بعد البشوات رحت وطلبت مني انه انا زي كاني انه انا حدا مبتدئ جاي، وانه ما بيعرفوني ولا شايفيني، وكان مسلسل الوقت جاي. سو انزعجت كثير وعملت حالي وفليت، بعدين صرنا اصحاب. ممكن لانك ما كنت ضمن الاكيب تبع شركته، معقوله؟ ضمن الكليك، ايه اكزاكتلي، لاني ما كنت ضمن الكليك تبعه، سو هيك صار. صحيح. مازن المعظم، من بين كل الكاركترز اللي مثلتها اي كاركترز هيك بتحبون؟ وهل بتتذكر كل الكاركترز اللي أديتها؟ بتذكر كل الكاركترات اللي لعبتها، بس بدل في يعني انا بحبهم كلهم اكيد، بس بدل في ادوار مميزه مثل كازانوفا، مثل الغالبون، مثل زوجتي انا. حبيت كثير الكاركتر هيدا. زوجتي انا على فكره كان بحس انه بيشبهني، يعني مش 100% بس بيشبهني كثير. شو كمان في مؤخرا لعبت شخصيه كثير، هو الفنان الموسيقي المقعد واللي بكون فيه هيك قصه حب بحياته. هذا كثير دور صعب كان وبيتطلب مجهود، بس انا كثير حبيت الدور وحبيت العمل يعني. وفي كثير ادوار يعني. لونا كمان دور بمسلسل لونا اكيد. ايه لونا ومدام كارمن، في كثير شخصيات انا بحبها يعني، حتى وبحبها. هلا عم بتحضر لشيء جديد ولا مشغول باشياء ثانيه؟ اكشلي هلا مش معروف يعني مين بده يفوت لرمضان، لانه نحن السيزون الشتوي اللي مرة كان اكثريه الشغل اللي صار هو شغل مشغول قبل، يعني انه كانت مسلسلات مصوره قبل، في منها كثير لرمضان ما انعرض برمضان، سو تاجل. يعني كل اللي انعرض بالسيزون هلا هو كان مشغول قبل، سو هلا نحن كان يعني ناطرين شو بده يصير. والحجر هيدا ما بعرف، في كثير شركات هلا ما بعرف اذا رح يفوتوا رمضان ولا لا. وفي سمعت انا في شركات عم بدها تعمل مسلسلات صغيره يعني 10 حلقات ليقدروا يخلصوا يعني التصوير قبل رمضان، سو ما بعرف شو اللي رح يصير يعني بصراحه. وانا كان عندي شيء برات لبنان من وراء كورونا تاجل، سو بعد هلا مش مبين شيء. مع بأي بلد برات لبنان؟ بلد عربي ولا بلد اجنبي؟ ببلد عندي اثنين، كان عندي بلندن فيلم سينما، وكان عندي بعمل بالاردن، سو هلا اثنيناتهم تاجلوا شوي. رب ان شاء الله خير. ان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله اذا لنا نصيب يعني. ان شاء الله يا رب. كممثل لبناني كيف بتلاقي تواجد الممثل اللبناني الرجل بالعالم العربي؟ اكيد مش مثل ما نحن بنطمح، يعني احنا دائما عم نحكي بهذا الموضوع، وهلا رح يصير في مثل حكي، يعني رح نجتمع كلنا ونحكي ونشوف وين المشاكل يلي لازم نشتغل عليها ونحل. هو يعني اذا بدك بلش يتحسن، بلشت المشاركه تصير فعاله اكثر، بس كمان مش هذا طموحنا اكبر من هيك بكثير، سو ان شاء الله خير. برايك انه الصبايا اللبنانيين الممثلات مثل ما بيقولوا باللغه التجاريه بالتمثيل ببيعوا اكثر من الممثل الرجل اللبناني؟ ما هو بالنهايه اتس لايك ا برودكت، يعني انت اليوم هذا الممثله ما كانت قبل بتبيع، بس بعدين لما صارت يعني تعمل بطوله اعمال، هيدي الاعمال تنعرض برا، صار هيدي الممثله صار عندها اسم، صارت تقدر تبيع. نفس الشيء نحن كنا عم نحكي بهذا الموضوع، انه نحن ما انعطانا فرص انه نحن نكون ابطال هيدي المسلسلات الكبيره الضخمه اللي عم تنعرض على كثير شاشات عربيه لحتى نصير نبيع. سو انت يعني ما بيخلق الواحد من بطن امه ببيع، يعني انه هو بده ينشغل عليه للممثل لحتى يصير يبيع. سو هذا اللي صار مع الممثلات ما صار مع الممثلين، وهذا عم نشتغل عليه هلا، انه الممثل اللبناني يكون هو بالدور الاول بهذه الاعمال الكبيره لحتى يصير عنده اسم برا وتصير تطلبه التلفزيونات العربيه. شو هي الاشياء اللي عم تجربوا تعملوها لتكسروا هيدا الحاجز، لتكسروا هيدا الصوره انه ما عم تبيعوا برا وعم تجربوا توصلوا له؟ بدنا نشوف التلفزيونات شو بدها، يعني نحن اليوم التلفزيونات بتطلب اسامي اشخاص ابطال غير لبنانيين. ليه؟ هذا السؤال اللي بدنا نساله. سو نحن رح نعمل مثل يعني نلتقي كلنا كمان اونلاين، يعني رح نلتقي رح نحكي مع المنتجين اللبنانيه نشوف شو يعني شو اللي بيتعرض، يعني شو اللي بيصير معهم، يعني هن مضطرين انه يختاروا هول الاشخاص، وليش ما بيختاروا الممثل اللبناني انه يكون هو بالدور الاول، ليه دائما بده يكون بالدور الثاني؟ وحنكون في كمان نحكي مع التلفزيونات لحتى كمان نعرف هن آرائهم بهذا الموضوع، ونشوف نحن وين هاي المشكلة لازم نحلها ونشتغل. I love it. Very strategical. لأنه ما فينا نضل هيك، يعني نحن ما فينا نضل هيك. الحمد لله عندنا مواهب، عندنا طاقات كبيرة، وعندنا ناس نجحت بكل الأعمال اللي اشتغلتها، ومؤخرا يعني عم نشارك بأعمال عربية وعم نكون كو أبطال، يعني بس الحمد لله عم ننجح، يعني عم ننجح بالادوار اللي عم نأديها. سو ليش نحن ما بنكون بالدور الاول؟ حنشتغل على هذا الموضوع، ما حنسكت، يعني رح نشتغل، ما عم نحارب حدا، ما عم نوقف بوش حدا، بالعكس نحن بنحب انه نشتغل مع كل العالم، خاصه مع اخواننا السوريين، يعني تمام، لانه دائما بيتهمونا بالعنصريه وهذا الشيء مضبوط. نحن بنحب، نحن منفتحين على الكل، بنحب نشتغل مع كل الناس، مع كل العالم، يعني شو ما كانت الجنسيه، مهم انه يكون فنان شاطر يعني، وهذه الخبرات. بس نحن يعني بدنا هذا التساوي، نحن على هذا اللي عم نفتش عليه، نكون متساويين. حلو كثير، لانه اللي عم بتقوله بيمشي مع الكتاب اللي رح نحكي عنه اليوم. سو it fits right back in. So رح نرجع we're gonna circle back على هيدا الموضوع اللي انت عم تحكيه. بس in terms of العنصرية اللي عم تحكي عنها، بعتقد لأنه ما عم فينا نفرق بين البوليتكس وال like القطاعات الثانية. يعني كل مرة مثلا حكيت مثلا عن الممثلين السوريين وبتقول انه اوكي هن بيتهمونا بالعنصرية، هون بتجي يمكن فكرة انه هيدا الشخص من وراء الحرب اللي صارت، من وراء الاشياء اللي صارت بين لبنان وسوريا وغير بلدان، في فكره انه هيدا الشخص ضدي عند بعض العالم. سو عم تجي من prejudice، مش عم تجي من فكره انه هيدا البزنس مفتوح للكل. برايك الوضع البوليتيكال، الوضع ثانك يو، ما عم في لاقي الكلمه بالعربي، الوضع السياسي بيأثر على الفن كمان؟ لا شك انه هذا اذا بدك الوجود السوري كان بلبنان، ورفض لشريحه كبيره من اللبنانيه لهذا الوجود اللي هو وجود عسكري ومخابراتي سوري كان موجود بلبنان، في شريحه كبيره من اللبنانيه كانت رافضه كثير لهذا الوجود، وكان في معاناه، يعني من يعني كان في اذا بدك كثير مخالفات صارت، يعني او كثير قصص صارت، يعني خلت الشعب اللبناني ينفر من هذا الوجود. سو اكيد هذا الشيء اثر يعني. بس نحن بعلاقتنا مع الممثلين السوريين والتجارب يلي صارت، نحن مثل الاخوه، يعني نحن اصحاب، يعني انا عندي اصدقاء ممثلين سوريين، عندي كثير اصدقاء، نحن اصحاب، ونحن يعني ما بننظر لهم انه هو سوري وانا لبناني، بالعكس يعني هو انا انسان، هو ممثل وانا ممثل، انا بستفيد مني اذا انا بفيده. سو هذه هي العلاقه الانسانيه اللي بتجمعنا. هذيك القصص نحن ما خصنا فيها، هو خصه، يعني لا هو بيتحمل مسؤوليه، ولا انا بتحمل مسؤوليه، ولا الشعب السوري بيتحمل، ولا الشعب اللبناني بيتحمل المسؤوليه. سو I agree. نحن جيران، ونحن ما بدنا نكون في عداوه بيناتنا ابدا ابدا. حتى مثلا انا I think انه مثلا انا امريكانيه وكتير كتير بحبها لأمريكا، بس مش يعني بتفق مع كل سياسة أمريكا الداخلية ولا الخارجية، ولا بتمثلني على طول كل البوليسيز تبعهم. أنا عندي خيار إني روح صوت وذاتس إت، هون بيخلص دوري كحدا مش ما بيشتغل بالسياسة يعني. ف it's the same concept، يعني ما لازم يكون في هيدا التفكير إنه الشعب بيمثل كل الدولة أو النظام اللي بالدولة. ما هذا اللي لازم يفكروا فيه اللبنانيه، خاصه يلي هن لاحقين الاحزاب على العمياني، لازم يفكروا بهالطريقه انه هذا الحزب طب شو يعمل، لحتى يحصل لي شو يعني شو هي التشريعات اللي عم هون فيها اللي هي انا بتفيدني انا كمثل نواب واللي موجودين بمجلس النواب. انا اذا ما عم بفيدني هول انا ليه بدي انتخبهم ارجع؟ يعني بس محبه بالزعيم والطائفه يعني. سو هيدي مشكله كبيره عندنا وهيك لازم يفكروا اللبنانيه انه انا اليوم انه اذا هيدا الشخص انا خطابه بفيدني انا كلبناني، بفيد بلدي، بفيد يعني بفيد اللبنانيه ككل، يعني مش انا بستفيد منه انا كابن طائفه معينه، لا انا ما بدي حقوقي اذا هي حقوقي يعني بتتمثل بقاضي بالزايد او ضابط بالناقص او مدير عام بالزايد، هول ما بدي هني انا بدي حقوقي كمواطن لبناني. يعني بنفكر بانتمائنا الوطني ككل قبل انتماءاتنا الطائفيه والسياسيه، شيء كثير حلو. ما هو ما لازم نفكر لانه انت اليوم طائفتك انت بينك وبين ربك، يعني انت روح صلي مطرح ما بدك، بتصلي بالبيت، بتصلي بالجامع، بالكنيسه، انت حر، ما بتصلي كمان انت حر، بس طفل يعني، بس انه انتمائك فقط لازم يكون لبلدك، انتماء وطني يعني مش لاي حزب او اي طائفه او اي، لانه يعني انت اوريدي اصلا انت ابن هيدي الطائفه، يعني خلص انت بينك وبين ربك طفل يعني. اخر سؤال بالفقره الفنيه، مازن المعظم، بنلاحظ بلبنان انه في كثير التركيز على الدراما، ما في ابدا تركيز على الكوميديا. بتفضل انت هالفكره، بتفضل الدراما على الكوميديا، ولا بتحس انه لا لازم الكوميديا تنعطى دورها؟ وهل يا ترى هالشعور مزبوط انه الكوميديا عم تختفي من لبنان؟ عم تحكي مزبوط. انا من الممثلين يلي بحب العب كوميدي او لايت كوميدي. ما في اذا بدك نصوص، يعني ما عم يكون في نصوص. ما بعرف اذا التلفزيونات، هو حسب السوق اليوم، دائما المنتج بيلحق السوق، بيلحق الترند، يعني في صار عندنا ترند نحن بالمهنه تبعيتنا كمان، واللي هي الترند انه يكون البطل مش لبناني والبطل لبناني، هيدي ترند. سو بعتقد انا انه عدم وجود النصوص الكوميديه يمكن مرتبطه بالسوق وشو بدهم التلفزيونات. ان شاء الله يكون في هيك شيء لايت كوميدي مهضوم، يعني نحن بحاجه لهي، خاصه الناس بحاجة. صحيح. بتعتقد انه منهم موجودين ولا التلفزيونات ما عم تقبلهم؟ يعني عم يكتبوا نصوص وما عم ياخذون. ما بعرف هذا الشيء، ما بعرف اذا عم يتقدم نصوص على التيفيات او على عند المنتجين عم يتقدم، بس ما بعتقد يعني ما بعتقد. النص الكوميدي منه سهل، كثير صعب يعني الواحد انه يكتب كوميدي، وانه هذا الكوميدي ما بتعرف اذا رح يعلق ينجح ولا لا، يعني كثير حساس وكثير خطر. سو بس انه ان شاء الله بحب كثير انه العب لايت كوميدي. كان عندي تجربه بترنادا، كان لايت كوميدي، رومانتيك لايت كوميدي، كان كثير مسلسل كنت عم اقول اتس روم كوم، رومانتيك كوميدي، كان it was very cute. يس كثير والناس حبوه، ان شاء الله هي نعمل التجربه الجديده ان شاء الله. ان شاء الله. I love it. All right. ننتقل للفاميلي ولعائله مازن. مازن من الفنانين المتزوجين، يعني بنحس انه في فنانين بيهربوا من هالفكره او بخبوها مازن بيفتخر بعائلته. خبرنا قد ايه انت شو بتحب تقول للفنانين او للفكره اللي بتقول انه الممثل ما لازم يتزوج، وقد ايه العائله والزواج بيأمنوا الاستقرار للفنان؟ شوف انت بتعرف هلا الوضع بلبنان من الناحيه الاقتصاديه الوضع تعبان جدا جدا جدا، يعني انت بتعرف، والامور رايحه للأسوأ شكلا يعني، ووضع كورونا هلا ما فيك تنصح حدا بشيء، بس انه انا كانسان متزوج، انا انسان الحمد لله الله موفقني، يعني الله وفقني باختيار زوجتي، والحمد لله الله بعت لي عائله حلوه، وانا الحمد لله سعيد، اكيد بشكر ربنا يعني. يعني لو الاوضاع غير هيك اكيد انا بنصح انه اليوم الزواج اكيد باستقرار، وانا مرتي هي اكثر حدا داعم لإلي يعني. حتى باعمالي اللي هي كانت فيها جرأة كتير، كانت هي اول حدا دعمني ووقف حدي. واكيد يعني الواحد لما يكون يعني عنده حدا بحياته، حياته مليانه، وعنده خاصه الاولاد الله ما يحرمهم من حدا، يعني اكيد افضل بكتير من انه يكون الواحد وحيد ويعيش لحاله. صحيح. الله يخلي لك العائله. تحياتنا لمدام رانيا. ميرسي ميرسي، وهي بتحييكم كمان. مازن، انت موجود بلبنان وما سافرت وما هاجرت بهالوضع الموجود في لبنان هلا اقتصاديا، واكيد مع ازمه الكورونا بتحس انه انت ندمان لانه اولادك بعدهم بلبنان، بتخاف عليهم بلبنان، عندك فكره انه او مخطط للهجره؟ هلا الهجره بعتقد انه ما في حدا بلبنان ما بفكر فيها كل يوم. هي منا شغله سهله، يعني اليوم انت لما تكون عايش ببلدك، وهذا بلدك يعني وارضك وناسك وقرايبينك، وخاصه انه انا والدتي موجوده يعني وما عندها غيري، يعني انا ما عندي اخوه والوالد توفى، ما في اترك الوفل يعني بكل بساطه. والدتي مش من لبنان ما بتظهر، من بيتها يعني ما بتظهر من الحي اللي هي عايشه فيه وصار لها سنين عايشه فيه ما بتظهر. بتعرف العقليه لما الواحد يكبر كيف بصير يفكر. الهجره كل العالم بتفكر فيها هلا بالوقت الحالي، لانه العالم تعبت، كل العالم تعبانه وكل العالم داون كثير، بدك قرفة العالم وتضايقت كثير. كلنا بنفكر بهذا الشيء. هلا انا ما بخبرك، انا عم بفكر انه انا اروح لبرات لبنان لحالي، مش انا وعائلتي، اشتغل يعني اعمل شغل برات لبنان، افتح شغل، ما بعرف شو اعمل يعني. خصو بالميديا؟ ايه خصو بالميديا، انه انا اروح اشتغل برات لبنان، اقطع هاي المرحله، وبعدين ما بعرف اذا انا باخذ عائلتي او برجع، ما بعرف. بس انه عم فكر ايه انا اروح، يعني جديا عم فكر انه انا لحالي، عائلتي بتضل هون كرمال الوالده يعني، وكرمال اولادي يضلوا هون بمدرستهم بالبيئه اللي هن ربيانين فيها، وانا اطلع اعمل شغل برا. هذا عم فكر فيه كثير جديا، على امل يصير لها شيء عجيب بيزبط لبنان يعني. بنضل عايشين على الامل يا رب يعني. بدنا هيك معجزه من رب العالمين، الله يخلينا هيك ترقف بالناس كلها ويغير هيدي الاحوال. بلد لبنان بلد جميل، عيشي فيه حلوه، بس بكل اسف ما بيخلوك تستمتع بهالاشياء الحلوه مع اهلك، مع اخواتك، مع قرايبينك، بكل اسف مع اصحابك. يعني اجاده اللبناني عن جد، يعني اذا بتعرف تفكر بالتفاصيل، اذا بتفكر بالتفاصيل الدقيقه يلي صارت معنا، إذا بدك من 2019 لهلا، إذا بتفكر فيها بتجن، بتقول يا عمي كيف هذا اللبناني قادر يضاين؟ قد إيه قبضاي، قد إيه قادر، قد إيه عايش، قد إيه بيقدر يكافح يعني عن جد يعني. وعم نسمع سمعيات يومية كثير مزعجة وكثير ثقيلة، يعني اليوم سمعت خبريتين ثلاثة، يعني الله يساعد العالم عن جد. بتعرف هودي الموفيز اللي بتحضرهم مرات بتقول يا لطيف انه معقول هالقد عم بيصير اشياء هيك لبنان، يعني لو موفي ساعتين كنت طلعت فيه يا لطيف هلا بده يصير في، بده ينهار الاقتصاد، وبده يصير في انفجار، وبده يجي وباء، خلصونا بقى. بس عن جد اتس سو ساد، انه لانه عن جد منا موفي، ومنا موفي عم بتقول عنه لك اه يا لطيف، هو عن جد الحقيقه وعن جد هيك عم بيصير. سو اتس ايفن مور تيربل. الممثل المميز مازن المعظم رح نكون معك هلا مع فقره مع اسئله يمكن شوي سمبل، ولكن تاخذك ل مناطق بالتفكير، مثل ما بنقول دائما لكل ضيوفنا، ولا مره مواحد يمكن نفكر فيها، هن من اعداد ريتا وحلوين كثير. فريدي؟ اكيد. Let's play. Yeah. Let's play. Okay. So شو في شيء بعصبك؟ الكذب بعصبني، ولما حدا يعني يحاول انه يخطر علي يعني بده حدا يرد علي وانا كشفه يعني، وانا عارف الخبريه كلها، هذا الشيء بعصبني. I love it. يلا اذا خيرت انك تكون شجره، اي نوع من الاشجار بتحب تكون؟ جاردينيا. واي انا بقول لك جرداني. عند بيت عمي بجنينه في جردانيا بحب ريحتها كثير. اوه يعني جد حلوه، حلوه كثير ريحتها. سو خبرني عن أسوأ فيلمينج اكسبيرينس عشتها. like كانت على السات وصار شيء معك او like you're like مشتايق هيدا الشيء بس بدي اياه يخلص. هلا صارت اذا بدك شغله منا سيئه كثير يعني، بس انه كانت كنا عم نصور بمسلسل الغالبون، وطلب مننا المخرج انه هو شاف هيك شغله المخرج، وبده انه يخدع العالم فيها، يخدع المشاهد فيها، انه البطلين هن اللي هن يعني كنت انا وزميلي وصديقي عيسى، بده يفرجي المخرج انه نحن عم نتقاتل، هي بكون حلم. سو قالنا بدكم تنزلوا على النهر، وكانت الدنيا شتويه والمي متلجه، يعني تلج المي. سو قالنا بدكم تنزلوا بتيابكم اللي لابسينها بالنهر وتتعاركوا بالنهر، وتغطسلوا راسه وهو يغطس لك راسك، وتعملوا معركه طويله عريضه بالنهر، والدنيا يعني ما بخبك قد ايه برد سحب كثير كثير. هو معلش هو قاعد برا، هو قاعد برا ناشف. ايه وهو اصلا ملحق، ايه وهو اصلا يعني لابس 100 جاكيت و100 شال و100 خبريه، وبرد الدنيا برد، ونحن يعني قاعدين بالمي، يعني وقف قلبنا يعني. ما بننسى كل مره بنقعد نتذكر انا وطوني الخبريه. كان هذا الشيء بيجرنا لسؤال، بيقول بتفضل الطقس البارد ولا الحار؟ لا انا بالصيفيه كثير، انا كثير بحب الصيف وبحب البحر وبحب السهر وبحب السهر، يعني بالوقت هذا اللي بتعتب فيه الدنيا بكير، وكثير بيزعجني انه تعتبت الدنيا بكير، وبتحس انه هيك الشتويه فيه سكوت هيك. سو لا انا بحب العجقه والضجه والسهر وبحب الصيف والبحر، بحب بالشورت كل الوقت يعني. سو شو أول شيء بتعمله وقتها توصل على السات؟ أول شيء بعمله أكيد بسلم على كل العالم، وبسأل عن القهوة. أوكي I love it. في شيء بتحضره مثلا؟ وإذا أكيد أول شيء يعني بنروح صوب التياب، يعني التياب والميك اب والتظبيط وهيك. بعدين بننزل على يعني اذا ما كان دي جي دوري بعد، والممثلين اللي هن معي المفروض يكونوا بالمشهد، وبنحضر سوا، واكيد بنرجع يعني المخرج بس لا يفضلنا، بنصير نقعد نحن وياه بنحضر معه كمان. مازن اللي بيعرفه مظبوط بيعرف انه هو اتلتيك، رياضي كثير مميز، وعنده نوع من الديترمينيشن على الفيزيتنج الجيمز. مازن بتفضل الرياضه بالجيم ولا تمشي على الكورنيش بصيدا؟ لا بالجيم. ما رح جامل يعني اقول لك انه لا، انا بالجيم بفضل بالجيم. تحيه لكل بالكابيتال جيم والقيمين علينا، الكوتشز الصفدي والكوتشز كمان السقا، كل الشباب والصبايا اللي اشتقت لهم كثير. انا يعني بننزل بتدرب، بكون اكيد النجم المحبوب مازن معظم تحت، وعن جد كونا صداقات كثير. ان شاء الله نخلص من كورونا ونرجع نتلاقى باحبابنا بالجيم ان شاء الله. بتحب توم اند جيري؟ توم اند جيري؟ yeah. ايه اوف كورس اكيد، مين ما بحبهم. واي؟ لانه يعني بتذكر انه طفولتي، هلا ليه كنت حبهم انا وصغير ما بعرف، بس بتذكر انه انا كنت حبهم كثير. كنت حب تريجر ايلاند، جزيرة الكنز، اللي هو مسلسل، كان مسلسل نحن وصغار كنا نحضره. شو كمان كنت حب؟ جراندايزر اكيد كنت حب جراندايزر، وهولي اكثر شيء. I love it I love it. Okay so اليوم انا كنت عم فتش على الكتاب اللي لازم نعمله هيدا الاسبوع، لقيت territory report في شركه اسمها IHS Market وبتعمل ابحاث عن الاقتصاد وعن المنطقه وعن البلدان، وهن بيعملوا على طول repeatedly يعني reports عن كل شيء بهيدا البلد، وبيعملوه لأكثر من 200 بلد، وفي أكثر من 110 اقتصاديين عم يشتغلوا على الموضوع. بقيموا 22 فئة بيطلعوا عليها يعطوا هيدا الريبورت تبعهم. So لقيت هيدا الريبورت هيك يمكن بالغلط، أنا عم فتش قلت أنا هيدا شوف شو بيقولوا عن لبنان، و unfortunately very unfortunately يعني كتير اشياء منا حلوة. ف وعن جد بتطلع اللي هي الاشياء اللي عم نسمعها بالاخبار مرات بتفكر اوكي يمكن عم بيزيدوها، بس هي عن جد كتير بتشبه الاشياء اللي عم نسمعها بالاخبار. فهلا انا رح احكي شوي عن اللي عرفته من خلال هيدا الريبورت، بس قبل ما نبلش استاذ مازن بدي اسالك قديش الصحافة بتلعب دور بتحسين أو نزع تنزع الوضع بالبلد؟ بدي أقول شغلي أنا لاحظتها كتير مؤخراً، إنه اليوم بوجود السوشيال ميديا بتلاقي إنه الخبر بيصير أكتر شيء كوبي بيست، يعني إذا نزل الخبر أول مرة غلط كل العالم بتنزله غلط، ما حدا بيتحرى، يعني ما حدا بيروح بكلف نفسه انه انا طب خليني اتحرى عن هذا الخبر لشوف اذا هذا الخبر مزبوط هيك ولا انا خلص باخده يعني وبنقله دغري. سو هذا الشيء عم لاحظه كثير اخر فتره، وهذا اللي لازم يعني الصحافه تنتبه له، انه اليوم انا ما في اخذ الخبر مثل ما هو ونزله، لازم انا اروح اتحرى واعمل شوف انه ليش هذا الخبر هيك ومزبوط ولا مش مزبوط. وفي قصص ثانيه اذا عم يعني لضوي اكثر على سؤالك، مزبوط بس بدك تشوفي شو الدوافع وشو اللي وراها، يعني شو الاشياء اللي وراها وشو المقصود منها، ويمكن انه في ناس مرات هي بتكب اخبار يعني لحتى يكونوا قاصدين انه يولعوا شارع او قاصدين انه يعملوا فتنه او قاصدين انه هون. لازم الوعي يكون عند الناس، واكيد الصحافه يعني كمان لها دور يعني اليوم خاصه بهيك نوع من الاخبار، يعني انها تعرف كيف بدها تنقله باي طريقه تما حتى يصير في من وراه مشاكل، يعني خاصه انه نحن عندنا هيدي الارضيه يعني اللي يعني هيدي الارضيه بتسمح انه يصير في مشاكل. للاسف بعض المحطات نحن بنركز على التلفزيون لانه اجمالا الخبر على التلفزيون بيكون او على الراديو بيكون اصدق من وسائل التواصل الاجتماعي، بس بكل اسف بعض المحطات التلفزيونيه بتمشي مع الشعبويه حتى لو كانت الشعبويه ضد البلد او غلط، او ما بتمشي ما بتقول يعني شيء ضدها لحتى يمكن تجيب اكثر نسبه مشاهده او تعاطف من هالشعبويه الفايعه وفهمين الامور غلط. هلا يعني ما بعرف انه قد ايه دقيق الحكي، انا مش عم بدافع هون عن حدا بس البعض مش الكل. ايه انه في ناس يعني لا في بتحس انه في وسائل اعلام بتشوف انه مرات يعني بتلاقي انه لا انه حتى مثلا بالافتتاحيه تبعت الاخبار بتلاقي انه لا في كثير محاولة توجيه الناس على امور يعني، ومحاولة انه لا انه توعية الناس يعني، ومحاولة انه لا انه انتبهوا انه كذا كذا كذا، وخاصة انه بالتوجه يعني على المسؤولين يعني، او اذا بدك يحطوا اللوم عليهم. هلا يمكن قصة الريتنج يعني انا هون في عندي شوي، اذا بدنا نحكي بقصة الريتنج هون في برامج انا برأيي هي برامج سيئة وهذه معمولة كرمال الريتنج، يعني هون أنا بوافقك إنه لا في برامج، مش عم نحكي سياسة ولا كب أخبار، عم نحكي أنا إنه في برامج يمكن تكون فنية، برامج هيدي مع بتجيب ريتنج بس هي ما بتسوى يعني، ومش خارج إنه تنحط يعني. فاسدة، برامج فاسدة. مش خارج، مش فاسده، مش فاسده لا، بس مش خارج انه تنحط على التي في، ما فيها فاليو، ما فيها شيء، ما فيها فاليو، ما فيها شيء، وسخيفه، سخيفه جدا يعني، يالو بيبر، سخيفه جدا. وانا كثير بستغرب انه في مرات ضيوف بيقبلوا انه يطلعوا بهيك برامج، بستغرب كثير يعني، وبقول حرام هيدي البرامج تكون موجوده على التي في. صحيح، وبتكتشف انه كرمال الريتنج يعني. صحيح، هي بس اللي ما عم يقدروا يوصلوا له يمكن، او اللي ما عم يقدروا يفهموه او تادابت، انه الاشياء المفيده مع الوقت بتجيب ريتنج اكثر يعني. يمكن اول ما تبلش لايك ما بتجيب هالقد، بس بعدين بس تكمل والناس تشوف قد ايه فيها فاليو بتصير تقول لا انا بدي احضر هذا البرنامج، ما بدي احضر هذيك. سنكمل شوي مع الريبورت. بهيدا الريبورت لقيت فيه كان كل شيء عن جد، كان كتير 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 بزعل الريبورت، والارقام كانوا اشياء لايك تيربل. بس في شغله منيحه لقيتها بهيدا الريبورت اللي هي، وما كنت اعرفها انا، اللي هي بين كل البلدان العربيه او بين معظم البلدان العربيه اللي بالمنطقه، لبنان اكثر واحد، اكثر بلد هين فيه الاستثمار او بيشجع فيه الاستثمار. يعني إذا جاي فورين انفستر، حدا من برا، وبده يحط مصاري بمشروع معين، القوانين الموجودة بتساعد هيدا الشخص تيفتح البزنس. حتى الانفسترز الموجودين، المستثمرين الموجودين بقلب لبنان كمان فيهم يستفيدوا، وهيدا الشيء مش موجود مش موجود بالمرة، بس إنه أصعب وجوده ببلدان عربية تانية. So that's a good positive thing اللي لقيته. بس مقابله كان في شيء إنه هيدا شيء بس على الورق. بالفعل بلبنان في كتير احتكار لشيء معين، يعني لسكتور معينة اللي هي هون بسموها monopoly. وهون تنعتبر as an example monopoly بأمريكا، تنقول is not is illegal. so ما في الواحد يكون محتكر domain معين أو sector معينة. مثل مثلا في مرة مايكروسوفت اضطرت تدفع لأبل تقدر تكمل شغلها، لتبطل مايكروسوفت هن متشكين عليها انه هي عم بتكون عم تعمل مناقضة على السوق، مع انه بوقتها ما كان في حدا ينافسها، فهي اضطرت تدفع لشركة تانية لتقدر تعليهم. فالسؤال حابة اسألك ايه، بالفن في بتلاقي شركات انتاج محتكرة السوق وليه؟ برأيك هالشي عم بيصير؟ إذا بدنا نرجع شوي لورا، صوب 2011 2010 2012 هيدي الأوقات، كانت الدراما اللبنانية كانت عم تطلع طلوع، كانت بصعود يعني، وكان في كتير شركات عم تتشجع إنه تفوت تعمل مسلسل لبناني. ليه؟ لأنه كان الوضع الاقتصادي منيح، كان سوق الإعلانات منيح، وكانت التلفزيونات عم تتهافت على المسلسل اللبناني لأنه كان هو يجيب أعلى ريتنج، وكان هو نمبر 1 حضور، يعني العالم أكثر شيء تحب تحضر المسلسل اللبناني. سو كان بالنسبة للمنتج مربح، أو بالنسبة للتلفزيون مربح. هلا صار بعدين لما صارت الأعمال المشتركة، صارت هيدي الأعمال المشتركة تنباع برا، لما تنباع برا صارت تجيب مصاري اكثر. سو لما تجيب مصاري اكثر صار يعلى البرودكشن فاليو تبع العمل، وبالتالي صار العمل يكون افضل كبرودكشن يعني، ويعني كلوكيشنز، بياثر على كل شيء، بياثر على الصوره، بياثر على كل شيء لما تعلي بالبرودكشن. سو صار يضارب شوي على اللبناني كمان، يعني ينباع برا وينباع جوا، يعني لوكل وبرا. سو صار يضارب على المسلسل اللبناني. هلا بالوضع الاقتصادي لما صار يرجع لورا ويخف سوق الاعلانات، صار المسلسل اللبناني شوي يعني بدل ما يتقدم لقدام ونصير نطلع بالمسلسل اللبناني لبرا، صار المسلسل البيور لبنانيز عم بحكي، صار شوي يخف شوي الكواليتي تبعيته، مضطر المنتج يعمل هيك، مش انه هو يعني عم يتبخلن او شيء، بس لا بس مضطر يعمل هيك لحتى يضل موجود ويضل هذا يضل عم يعمل مسلسل، والا بيوقف وبروح على البيت. صار العمل المشترك اللي هو عم ينباع برا صار بطل تفرق معه المنتج تبعه انه اذا اعطاه للتلفزيون هون بسعر قليل لانه هو عم يجيب مصاري برا. بعتقد هيك انا سو صار في هيدا الاحتكار اذا بدك، صار يقوى اكثر من هول الشركات الكبيره. صاروا هن اكثر بالسوق لانه هن اكثر عندهم سوق برا، بيقدروا يجيبوا مصاري، بيقدروا يعملوا اعمال كثيره. بينما المنتج اللبناني اللي كان يعمل 4-5 مسلسلات بالسنه صار عم يعمل مسلسل، خف شغله. سو هذا التاثير الماركت علينا خلى انه الشركات الكبيره هي تكون اقوى، وهن اصلا يعني قليل مش انه شركات كثير يعني. سو هذا الشيء خلى يكون في احتكار اكثر بهذه الفتره. وهذا اللي عم نحاول نحن انه نشوف كمان معالجه له، انه المسلسل اللبناني يرجع يقوى وما يعني ما نضطر انه الكواليتي تبعيته تخف وترجع تقوى مثل ما قوي بفتره من الفترات، وكان كثير مهم يعني المسلسل اللبناني. سو هلا بعد الطاقات موجوده، بعد المخرجين هي ذاتها، بدنا بس البرودكشن يرجع يقوى وان شاء الله يا رب يعني ان شاء الله يرجع مثل نرجع يعني هيك نقوي المسلسل اللبناني. وهذا اللي عم نحاول نعمل، المسلسل اللبناني كمان ينباع برا اللي هو بيور لبنيس كمان ينباع برا لحتى يقدر يجيب مصاري من برا لحتى يعلى البرودكشن تبعه. ان شاء الله 100% ان شاء الله خير ان شاء الله، لانه اتس اول اباوت يعني هي بزنس كمان بالنهايه يعني. عم نحاول نفوت نحن بالخبريه كلها لحتى يعني كمان يرجع المسلسل اللبناني اللي هو بيور لبنيز يكون لوكال وانترناشونال، يعني لوكال وسوري وينباع عالم عربي. في بتعتقد اذا غيروا البزنس موديل تبعهم بتتغير الاشياء؟ يعني think outside the box بالمبدا. هي بدها يعني اذا الواحد بده يعني هي اذا بدك بدها مخاطره، يعني اليوم اذا بيجي حدا بخاطر بمسلسل بيور لبنيز وبكب عليه مصاري بيعمل الانتاج تبعه كبرودكشن فاليو يكون كثير عالي، هون بده يخاطر، هون يعني بده يتكل انه هذا المسلسل انباع برا. بس امتى انه بيضرب؟ يعني اذا ما انباع المسلسل برا مثل ما هو مخطط هون بده يخسر مصرياته. سو هي بدها مخاطره 100% ريسكي. سو على الكونسبت تبع المصاري، تخبركم شوي من الارقام اللي لفتت لي نظري بهيدا الريبورت اللي كنا عم نحكي عنه، انه بيقولوا انه الفرق او نسبه الريشيو يعني بين الدين العام وبين قد ايه الدوله عم بتجيب مصاري من الاشياء اللي عم تبيعهم، يعني اللي هن بعتقد حسب جوجل ترانزليت الانتاج المحلي الاجمالي. اوكي سو ذا GDP which is the gross domestic product، يعني اذا بنجمع كل شيء عم ينباع عم ينصنع بلبنان وعم ينباع والسيرفيسز اللي عم بيقدموها بلبنان، الخدمات اللي عم تتقدم بلبنان كلهم مع بعضهم قد ايه بيكون مجموعهم، فنسبه الفرق بيناتهم هي 286%. هالقد في فرق بين نسبة الإنتاج اللي عم بتصير بلبنان ونسبة الدين الموجودة على لبنان. فكنت عم لكم إنه عن جد الشيء بزعل، يعني الريبورت اتس شوكينج الأشياء اللي عم نشوفها. بس هيدا كان رقم من الأرقام اللي لفتت لي نظري. هلا لبنان بمساحته صغير، بس فينا يمكن نشتغل أولك على التكنولوجي. في معقول نشوف انه بلبنان عم ينتجوا صاروا تكنولوجي يوصلوها لبرا؟ بدي اقول لك شغله، هو المشكله هون بالدوله اللبنانيه مش بالفرد اللبناني. يعني اليوم انا بعرف انه كثير في بزنس رجعوا لورا كثير بهول السنين اللي مرقت من وراء سياسه الدوله اللبنانيه، لانه اليوم الدوله كان لازم تفتش شو هي القطاعات المنتجه وتقويها وتوقف حدها. يعني شو هي القطاعات اللي بتقدر تجيب مصاري على لبنان. من هذه القطاعات اللي الدولة مش قاريتها يعني ولا بتهتم فيها هي الصناعة، وخاصة صناعة الثياب والأحذية، اللي هو في كتير معامل. إذا عم تحكي عن المساحة بلبنان في كتير معامل ثياب وأحذية بلبنان كانت تنافس الأوروبي مش التركي الأوروبي. يعني كان التركي يجي لعنا اكزاكتلي كان التركي يجي لعنا لحتى يشوف اللبناني شو عامل بالمعارض تبعيتنا. للأسف نحن بس نحن شو كان مثلا كل شيء سبلايز يعني كل شيء بدهم اياه رو ماتيريالز للصناعيين كانوا مضطرين انه يجيبوه من برات لبنان. اللي تفوقوا علينا الاتراك انه هن كل شيء رو ماتيريالز صاروا يعملوهم عندهم. يعني انت صار اللبناني بيروح على تركيا حتى يجيب هول الرو ماتيريالز حتى يشتغلون عنده، صار الكوست عندنا اغلى، الكهرباء عندنا كثير غاليه، اليد العامله عندنا كثير غاليه. والمشكله وين؟ انه الاسواق اللي برا اللبناني كان نمبر 1 فيها، خاصه اسواق الخليج. صار في منافسات وفي مضاربات علينا، وخاصه انه كمان السياسه اثرت علينا. هيدا المعامل اللي عم اقول لك عنها اللي كانت تجيب مصاري على البلد وبشكل كثير كبير، هيدي المعامل هلا مضروبه. يعني هذا قطاع كثير مضروب، عم يعاني كان بالسنوات اللي مرقت، وهذا لانه ما في دوله تطلع فيه. هيدا عم اعطيكي انا وان اكزامبل على كثير قطاعات. يعني هلا مثلا قطاع الدراما، وعم احكي عن الشركات الكبيره اللي هي بتبيع برا مسلسلات، هيدي الشركات عم تنفذ الانتاج بلبنان وبتجيب مصاري، عم تكب مصاري هون، عم يشتغل التكنيشن، عم يشتغل تبع اللوكيشن، يعني كل اللي عم يشتغلوا بالعمل عم يقبضوا مصاري. يعني في هيدي عم تجيب مصاري عم تكبهم بلبنان. كمان ما في اهتمام بهذا القطاع، ما حدا بيطلع. Alright, Ustaz Mazen, thank you so much, so much. أنا كنت معنا بهيدي الحلقة، عن جد كانت حلقة بتجنن، حلقة رائعة. وبدي أسألك إذا بتحب تقول شيء هلأ بختام هيدي الحلقة، وشو هن السوشيال ميديا تبعوا لك. So two things for you. على الإنستغرام مازن معظم اللي هي MOADAM، وكمان على تويتر نفس الشيء، كمان الفيسبوك بيج تبعيتي كمان نفس الاسم. وانا مقصر شوي يعني بالسوشيال ميديا، عشان هيك بس يعني ان شاء الله هيك بس هيك شوي حس حالي مرتاح. انا بدي ارجع اكون اكتف اكثر على السوشيال ميديا واتواصل اكثر مع الناس. بدي اقول انه نحن كثير بنقدر محبه اللبناني المغترب، قد ايه هذا اللبناني المغترب بحب بلده، قد ايه بحب شعبه، عنده هيدا يعني متعلق بلبنان. كل فتره بيجي على كريسماس او بيجي على السمر وبيصرف مصاري بلبنان، وكثير هذا الشيء بفيد لبنان واللبنانيه. نحن بدي اقول للمغتربين انه ما توقفوا هذا الشيء، ضلوا فكروا بلبنان، ضلوا تعوا. وبدي اقول ان شاء الله يا رب الله يفرجها علينا وعلى كل اللبنانيه، لانه مثل ما بتعرفوا انه اللبناني حدا بيحب الحياه وبتلبق له الحياه. يعني انا ولا مره كنت فكر انه انا مثلا بتخيل انه ممكن يصير في مشاكل بلبنان، بتخيل انه ممكن تعلق الحرب مع اسرائيل، بس ولا مره انا فكرت او تخيلت انه اللبناني رح يوصل انه يجوع او يفقر او ما يقدر يجيب اكل على بيته. هيدي ولا مره انا تخيلته، وهذا الشيء كثير بيوجع وهيك ومأذي وثقيل كثير. والله يفرجها علينا، وعن جد ونكون الناس كلها مرتاحه ومبسوطه، وما بدنا اكثر من هيك يا رب. ميرسي كثير لكم، شكرا لك. نعرف نحن اطلالاتك وما بتحب كثير المقابلات، شكرا لانك خصصنا بهاللقاء، وان شاء الله حبيبي نحسن ظنك مازن معظم الى المزيد من التقدم. انا كثير كنت مبسوط. Likewise. جهاد social media. فيسبوك جهاد سيقلي اي، وكمان انستغرام جهاد سيقلي اي بالاخير. انا على الفيسبوك انشط من الانستغرام مثل ما قال خينا مازن. كمان نفسيا شوي بدنا شويه موتيفيشن. 100%. All right, I'm on all of the platforms. So إذا بدكم تابعوني أو you want to connect with me على social media, you can do that على @thewordwithrita, الكلمة مع ريتا بس بالإنجليش, on Facebook, on Twitter, on Instagram, and on Reddit now. I'm also on Reddit, y'all. وإذا حابين تحضروا هيدا الحلقة فيكم تحضروها على youtube.com/RitaSaikali. وإذا عم تحضروا هالحلقة بتكونوا عم تحضروها على يوتيوب. إذا عم تتسمع الحلقة فيكم تتسمعوا عليها كمان على Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, أنغامي, and Anchor, على From LA to Beirut. That's it for this episode. Thank you so much for being with us. And أنا وجهاد نكون معكم الجمعة الجاية.